المرأة هي قادرة أكثر قدرة على الحضانة. يعني احنا كبرنا وبعدنا نحتاج أمهاتنا، هسه واحدنا كبير من يختنق يدور على أمه، كبير هو لكن من يختنق يدور على أمه، من نعم يتعرض إلى مشكلة يروح الأبو. ما هو هنا نعم لازم نفرق، ما ممكن نحرم الطفل من أمه أو نحرمه من أبوه، هذا خطأ. حرمان الطفل من الأم خطأ وحرمان الطفل من الأب خطأ. لازم كل الأطراف يؤدون دورهم. هو الطلاق حالة مو طبيعية، الطلاق نفسه ظالم، فأنتم ما نجد حالة طبيعية في وسط الطلاق صعب.